السلام عليكم، يسعدكم ويسعد كل اوقاتكم. انت يلا. السلام عليكم، يسعد ويسعدكم. عليكم يسعد يسعد كل اوقاتكم. يا عيني يا بيت، اهلا وسهلا. يوم الخميس، خميسكم فلة، خميسكم فلة. بدنا نروح هيك نتغدى برا البيت. ايش القصه اللي ايش اليومين اللي بتتغدوا فيها برا البيت ورا برا؟ لا امبارح ما تغدينا برا البيت، تغدينا بس انا وخالد عصومي، لانه الاولاد كانت بنت خاله لخالد الله يسعدها ويجبر بخاطرها، كانت مغدياهم بيتها جنب مدرسه الاولاد. هذا والله مكسب على فكره، انه قرايبك كلهم ساكنين بنفس حاره المدرسه. يوم ما اجيت انا وعصومي لاخذكم من غير شر، بنروح عند خالته وفاء. اها، اذا خالته وفاء مو موجوده بتمروا عند خالته احلام نفس الحارة. بعد خالته احلام اذا ما لقيتوها بتطلعوا بتقطعوا الشارع عند خالته سهام. عند خالته سهام، خالته مريم، العماره مليانه، مخالته افنان، اي شيء شفته بابا. والله انه قرايب خالد نعمه. اذا بيكونوا جنب المدرسه يعني. فإلا ما تلاقوا لكم حدا طابخ طبخه مرتبه بابا. صحيح، اذا لقيتوا حدا طابخ رنوا علي، اتصلوا علينا نيجي ناخذكم انتوا والطبخه. لا فامبارح عشان هيك ما طلعوا معي الاولاد، لانه بس انا وخالد وعصوم. واليوم لا ماخذينهم كلهم عشان يوم الخميس. نعم، والجمعه بتروح تجيب صاحباتك وتعزمهم على الغداء او العشاء، يعني بتاخذ اجرهم. السبت نعزمهم، يعني بنكرمهم. واللي بيكرم ربنا بيكرمه. ايش في من امتى انت تضق على هذه المواضيع؟ انها مجرد هز الورد. اوكي، ضلك هز بس شوي شوي بالله. يلا هلا عجد رايحين نغدي الاولاد ان شاء الله ويلعبوا لهم شوي. اسمه يعني، بما انه خميس لازم يغيروا جو يا روحي بعد اسبوع دراسه، لانه انا خلال الاسبوع مش بالعاده بطلع الاولاد، خلال اسبوع الدراسه. وانتوا طلعوا اولادكم ان شاء الله على الحديقه اللي جنب البيت. ما عاد مو اسبوع دراسه ولا لا؟ هذا مو يوم دراسي. لا خلصنا، ما بقول بعد اسبوع دراسي واحد بياخذ بريك يفسح اولاده بيطلعهم بيشممهم الهواء ان شاء الله بالحديقه اللي جنب الدار، ترمس شاي وتهاوش اولاده مع بعض. لازم يتخانقوا. يما يتبدي والله بدي احكي انا، ما بده حدا يقرب منه. يلا احكي سند، وين رايحين؟ وين راح نروح؟ ماما خلاص يا جاد لا تخرب عليه. وين راح نروح يا سنود؟ مطعم. على المطعم. شو في بالمطعم؟ مطعم. شو كمان؟ شكل نجا. شو كمان؟ العاب 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 جميل؟ لمين لمين العاب؟ يلا خلينا نروح على الالعاب الجميل، ناكل اكل طيب ولذيذ. يا بابا يا اكل بابا. صح، انا من زمان مو راكب سحاسيل. يلا. صح مزبوط. سحاسيل لعبة صغيرة هاي. لسه هذا المطعم او الاعداد هاي هون بالكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض طريقة عمل مشروب سهل وسريع ومفيد جدا لمرضى السكر وكمان مرضى الضغط. احنا معانا دلوقتي حوالي 4 معالق من العرق سوس، هنضيف لهم طبعا ربع معلقة من الكربوناتو اللي هو بتاع الطعمية، وهنضيف له كمان معلقتين من المية. هنفلفله كده واحنا بنعجنه، مش عاوزينه يبقى ميته كتيرة. وكمان العرق سوس يعني طبعا هزاه بمصفى منزلة منه البودرة بتاعته، وهنقعد نعجن مدة 5 دقايق او 10 دقايق لغاية ما يحمر معانا بالشكل ده، وايدك تحس اللي هي زي اللي فيها حنة كده يعني حمرة. اول ما ايدك تحمر بالشكل ده واللون بتاعه يوصل للدرجة ديت يبقى كده هنسيبه على جنب يخمر. بعد ما يخمر لمدة 10 دقايق طبعا هنجيب شاشة بيضة، او هنجيب المصفى بتاعت العرق السوس اللي هي معايا ديت هنشتريها طبعا. لو مش متوفرة عندك ممكن تستعملي قطعة قماش او قطعة شاش وتحط فيها العرق السوس بالطريقة اللي انا عملتها في المصفى بالظبط، وهنضيفها عليها شوية المية. المية بتبقى ساقعة، وبعد 10 دقايق بالظبط هتلاقي اللون بدأ يتغير زي ما انتوا هتشوفوا معايا الوقت كده. بعد 10 دقايق بالظبط بدأ اللون هو يتغير خالص اهو، وبعد ربع ساعة بالظبط هتلاقي اللون وصل للدرجة اللي احنا هنشوفها ديت. دي بعد 10 دقايق او ربع ساعة. هنضيف طبعا التلج اهوت، وهنبدأ نصبه في الكاسات بتاعتنا.
طريقة التحضير بتاعته سهلة جدا وما بتاخدش منك وقت خالص، وطبعا هو مشروب قوي ومفيد جدا. هنصب الوقت في الكاسات بتاعتنا بالشكل ده. طبعا هو مشروب سهل عمايله ومتوفر وجميل جدا ومفيد جدا لمرضى الضغط والسكر، وطبعا فيه فوائد جميلة جدا. يا رب الفيديو بتاعنا النهارده يعجبكم، وان عجبكم بقى الفيديو ما تنسوناش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.